فهمني ايش تريد مني؟ شكو جبت منك اللي جاء؟ والله عفت شغله على مودك. انا ما لي علاقه، سلمان قال لي جيبه وتعال، بس انت فهمني، انت غلط علي، هاكي علي، متداين من عنده فلوس وما مرجح، فهمني؟ انت تدري بيا بحياتي ما متداين من احد، اصلا هذا سلمان انا شايفك وما شايفه. با شوف هو خاف يجي، سلمان عصبي، انا اعرف اخويا واعرفه، عصبي، خل نفتهم منه السالفه بهدوء ونحلها ان شاء الله نحلها. خلاص بس انا حاس بك انت تدري بالموضوع شنو بس ما تدري تقول لي شنو السالفه ايش ما ادري كان قلت لك يا معول وانت يمي يمي ما حد يطخك لا تخاف هاي السلام عليكم ددنا هاي اقعد جبته اي جبت هذا قدامك شو يا الله خل قول شكو هذا منو هذا مو قلت تجيبه تعال الولد يمي احكي وياه ولك انا عرفه يعرفني شنو تجيبه تعال بقد اني انت مو داز علي قدامه انا داس عليك انت منو تحت داس عليك انت فت مشكله انت شنو هذا شنو وقف سلمان لا تفشني قدام العالم انت ممكن تجيبه تعال بالرساله هذا جبتي وين الرساله انا قلت لك برساله جيبه تعال هو سؤالك انت ما تبطل هناك تعال 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 شوف رسالتك جيب كريم وتعال بسرعه مو انت اسمك كريم اي لا الخلل عرفته لك انا مو قلت لك كريم قلت لك كريم 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 مال مشق افتهمت اي ذي مشقه غير تقول لي مشق يا با يعني حسب علي اسف اني هاي قهوه زينه ويت باوع لا العفو استاذ ما باوع لاك هاك لا اسف خد. لا استاذ ما باوع ابد عفاني مو هالايام هوايه فضولي صايرين هاي اسرار مو واحد يعني يجيبها عليها اعتذر استاذ تفضل تبون شيء بعد لا شكرا صايلوتي تشوا الو وين وصلت انا بالمطعم باشا زين اسمع اللي راح اقول لك عليه سري وكلش مهم فهمت اوكي باشا اهم شيء ما حد يعرف بي يعني اخوك ابن امك وابوك اذا درى اخلي الثمن حياتك فهمت صار باشا صار تمر انتبه وياي نعم تروح البيت ابراهيم تنتظر هناك براس الشارع صار باشا ورا نص ساعه يجيك واحد شايل جنطه ينطيك كلمه سر اوكي باشا او تنطي نفس كلمه السر صار باشا يلا بالله عيد الشرح عيدك الشرح اي اروح لابراهيم انتظر برا الشارع ورا نص ساعه راح يجيني ولد اقول له كلمه سر يقول لي نفس كلمه السر أقول لك باشا هي شنو كلمة السر؟ قيامر السدة افتهمت عرفت كلمة السر قيامر السدة قيامر أبد ما أنساها قيامر السدة صار باشا أقول لك باشا هو شو اسمه زرزور ليش مو عصفور؟ لا آسف باشا آسف هذا اسمه الحركي مو الحقيقي باشا أعرف هذا أعرف هذه راح أقول لك كلمة السر يقول لي نفس كلمة السر اخذ منه جنطه في ظرف عندي واقول له سلم لي على ابو شاب ايه على ابو شاب مناسي يعني بعدين اخذ الجنطه واخذ تاكسي قبل للبيت ما اطلع من البيت الى ان يجيني محمود هو يفهمني على الباقي صح باشا لو لا صح يلا وما اريد اي احد يدري بالموضوع يلا شوف شغلك ولا تنسى كلمه السر صار باشا ما اخلي اي واحد يدري كلمه السر قبر السده ايه قبر السده صار باشا صار إيه لا نسيت كلمة السر قمر السدة قمر السدة ايبو كلها سمعات ايش قال له قمر السدة شكرا شباب شكرا